الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، فهذه الدروس في هذا اليوم إن شاء الله سوف نقتطعها في دراسة شيء من قواعد وضوابط كتاب الصلاة، وسوف نبدأ فيه من أول الباب وننتهي في آخر باب صلاة الجمعة إن شاء الله، مارين على صلاة الخوف وعلى صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء. وسوف تكون الطريقة إن شاء الله أن نأخذ جملا من القواعد المقررة في كل باب من أبواب كتاب الصلاة، ولا يلزم أن نستجمع كل الفروع المندرجة تحت هذا الباب التي نص عليها الفقهاء، لا، ولكننا نأخذ الخطوط العريضة التي تعرف الطالب على جمل كبيرة من المسائل المنصوص عليها في هذا الباب. وقد أخذنا في الدورة الماضية قواعد كتاب الطهارة، فستكون الطريقة في كتاب الصلاة هي بعينها إن شاء الله الطريقة في كتاب الطهارة. وهذه القواعد والضوابط التي ستسمعونها إن شاء الله هي مستلة من كتاب لي اسمه إتحاف النبهة في ضوابط الفقهاء، وهو بحث فقهي لا يهتم بالجزئيات، ولكنه يهتم بالخطوط العريضة والقواعد والأصول العامة في كل باب فقهي. فهيا بنا أيها الإخوان نبدأ في مقصودنا من بيان تلك القواعد والضوابط، مدللين على شيء منها مدللين عليها بما استطعنا من الأدلة، ونذكر تحت كل قاعدة جملا من الفروع المنصوص عليها في هذا الباب. ولكن أنبه على أنني لا أشترط الاستيفاء، ولكننا نذكر الجمل الغالبة والخطوط العريضة في هذا الباب. فنبدأ إن شاء الله بمقدمة خفيفة. المقدمة الأولى: الصلاة لغة عرفها العلماء بأنها الدعاء. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال المفسرون: أيدعو لهم. وعليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. على أحد تفسيري أهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله فليصلي أي فليدعو. وأما الصلاة في الإصطلاح فهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، يعني على صفة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيان صفة الصلاة، قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم نقول بعد ذلك القاعدة الأولى: بين العبد والكفر ترك الصلاة. بين العبد والكفر ترك الصلاة. وهذه القاعدة العظيمة مستلة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر، أو قال الشرك، ترك الصلاة. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن هذا يبين لنا عظيم فضل الصلاة، وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنها دعامة عظيمة من دعائم الإيمان.
فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما قاله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن هل تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر؟ أقول فيه خلاف طويل جدا بين أهل العلم، وأنا ألخص لك هذا الخلاف في هذا التفصيل، فأقول وبالله التوفيق: لقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على كفر من أنكر فرضية الصلاة. إذا قال إنسان: إن أنا لا أقر بأن الصلاة واجبة ولا أقر بأنها فريضة ولا ركن من أركان الإسلام، إذا قال ذلك فإنه خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، فهو كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. والمتقرر عند العلماء أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، ولأنه جاحد لتلك الآيات والنصوص الآمرة بالصلاة والحاثة والمرغبة فيها والمرهبة من تركها، فهو كافر بهذه النصوص وجاحد لمدلولها، فلا جرم أن هذا كافر بالإجماع. وأما من تركها تهاونا وكسلا ففيه تفصيل، وهي أن تركه هذا إذا كان هو الترك المطلق، بمعنى أنه لا يصلي مطلقا لا في المسجد ولا في بيته ولا في مكان وظيفته، فهذا هو الذي يوصف بأنه كافر الكفر الأكبر، ولكن لا يحكم عليه بأنه كافر الكفر الأكبر أو يعامل معاملة المرتدين إلا إذا صدر حكم القضاء عليه، لأنه لا بد من استتابة، والاستتابة المعتبرة ليست لأحد الناس وإنما تعتبر من الحاكم وهو القاضي، فيحضر أمام القاضي ويستتيبه، فإن تاب فالحمد لله، وأما إذا أصر وقتل فإنه لا يقتل مسلما أبدا، بل لا يقتل إلا كافرا ملعونا مرتدا. ولا يتصور في أحد أن يكون مقرا بوجوب الصلاة في قلبه في باطنه ثم يصر على تركها في الظاهر ويرى شعاع السيف على رأسه وليس بينه وبين الموت إلا شعرة واحدة فقط، ولا ينجيه من ذلك إلا أن يقول: سأصلي، أربع حروف فقط، سأصلي، ومع ذلك يصر على الترك حتى يموت، فهذا في الحقيقة وإن ادعى ألف مرة أنه مقر بوجوبها في الباطن فإنه كاذب، لأن ظاهر حاله يكذب دعواه. هذا أفاده أبو العباس رحمه الله، بل إن أبا العباس رحمه الله تعالى قد خطأ جمعا من الفقهاء يقولون: فإن كان مقرا بها في الباطن وأصر على الترك حتى مات فهو كذا وكذا، يعني أنه ليس بكافر. يقول: هذه الصورة إنما يفرضها الفقهاء فرضا ولكن لا حقيقة لها في الوجود. كيف يكون مقرا بها في الباطن ويصبر حتى يموت، يصبر على الحبس والجلد والتعذيب ثم يقف أمام السياف ويسمع سلة السيف ويرى بريق السيف على رأسه ومع ذلك يقول: أنا أقر والله بوجوبها في هي واجبة لكن لن أصلي؟ هذا لا يتصور أبدا. فهي مسألة يفرضونها فرضا، ولكن في الحقيقة أن من هذا حاله فإنه وإن ادعى مليون مرة أنه مقر بها في الباطن فهو كاذب، هذا أبدا يكذب. فإذا كان تركه لها هي الترك المطلق حتى استتابه الحاكم وقتل فإنه لا يقتل إلا مرتدا كافرا. وأما الحالة الثانية فهي من يصلي أحيانا ويترك أحيانا فلا يوصف بأنه محافظ عليها، فهو يصلي تارة ويترك الصلاة تارة، فهذا لا نخرجه عن دائرة الإسلام في أصح قولي أهل العلم، وإنما هو في دائرة الفساق وأصحاب الكبائر. وليس معنى هذا أننا نهون من حاله، لا، بل هو على خطر عظيم وعلى هاوية سحيقة وحفرة عميقة، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر ولا يخرج عن دائرة الإسلام. وهذا القول هو القول الذي اختاره أبو العباس رحمه الله تعالى، فإنه نص على أن أكثر الناس يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وجعل
هذا الصنف من أصحاب الوعيد وأصحاب الكبائر. وبهذا القول تتآلف الأدلة الواردة في المسألة، فإن عندنا أدلة توجب كفر تارك الصلاة، كهذا الحديث الذي استللنا منه هذه القاعدة، وهو حديث جابر: بين العبد والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. وفي حديث السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل الصلاة وعظم شأنها قال: فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكون يحشر مع هؤلاء الكفار هذا دليل على كفره. وفي جامع الإمام الترمذي بسند حسن يقول عبد الله بن شقيق: كان أي أصحاب النبي صلى الله عليه كانوا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إذا تركها الإنسان فقد كفر. فهذه الأدلة محمولة على من تركها الترك المطلق بمعنى أنه لا يصلي. ولكن عندنا حديث ورد في السنن وهو حديث عبادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن أو قال كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن، يعني أنه حافظ على خشوعهن وأوقاتهن وركوعهن وسجودهن وفعلهن، لأن في بعض الروايات فحافظ على خشوعها وركوعها وسجودها، هذا من باب تفسير الشيء بضرب المثال لا من باب الحصر. فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، أو قال إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي لم يحافظ على هذه الصلوات الخمس، لم يحافظ يعني يفعل أحيانا ويترك أحيانا، أو يهمل أوقاتهن أحيانا، أو يهمل خشوعهن أحيانا، أو يخرجهن عن وقتهن أحيانا، هذا وصفه بأنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهذا دليل على أنه لم يخرج عن دائرة الإسلام إلى الكفر، وإنما هو في منزلة أصحاب في مرتبة أصحاب الكبائر. وبذلك تتآلف الأدلة ولله الحمد. ولأن الإنسان إذا ترك فرضا أو فرضين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر لا يسمى بأنه لا يوصف بأنه تارك للصلاة إذا كان محافظا على بعض الفروض. هذه حال أكثر الناس، أنهم يصلون أحيانا ويتركون أحيانا. فإذا أعيد المسألة مرة أخرى، فنقول في مسألة ترك الصلاة: أما من تركها جاحدا فرضيتها فهذا بالإجماع أنه كافر، وأما من تركها تهاونا وكسلا فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون تركه لها هو الترك المطلق، وإما أن يكون مطلق الترك. فأما إذا كان هو الترك المطلق فإنه كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. وأما إذا كان تركه لها هو مطلق الترك، إيش معنى مطلق الترك؟ يعني أحيانا بعض الترك وليس كل الترك، فهذا فاسق وهو من أصحاب الكبائر، ولكننا لا نخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية. لا سيما أيها الأحباب أن تكفير تارك الصلاة فيه خلاف عظيم وقوي، وله حظ من النظر بين أهل العلم. والمتقرر في المسلم هو ثبوت إسلامه حتى فلا نخرجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. وقوة الخلاف توجب شبهة، قوة الخلاف بين أهل العلم توجب شبهة تجعل الإنسان
لا يحكم على من يصلي أحيانا ويترك أحيانا بالكفر الأكبر لوجود الشبهة، فيبقى على التي توجب الشك في كفره من عدم كفره. فهذا هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإني أخشى إذا سمعنا بعض المستعجلين في إصدار الأحكام على الناس نقول إن تارك الصلاة مطلق الترك لا يكفر، أن يتهمنا بأننا مرجئة، كما اتهموا الإمام الألباني رحمه الله تعالى بأنه من المرجئة، لأنه لا يحكم بالكفر على من يحكم بغير ما أنزل الله ولا يكفر تارك الصلاة. وعلى بعض النصوص المجملة التي ما فهموها من كلامه رحمه الله حق فهمه، فكثير من الناس يجعل مسألة القول بتكفير تارك الصلاة من عدمه يجعلها مسألة ابتلاء وامتحان في معرفة المرجئ من السني. ونحن ندين الله عز وجل بأن العمل من الإيمان، فهو ركن من أركان الإيمان، أقصد جنس العمل، لا أحد العمل إلا بدليل، ولكن ليس كل شيء اختلف العلماء هل هو كفر أو لا يكون من لم يحكم بالكفر فيه من المرجئة. فنحن حكمنا بالكفر إذا ترك أصل الفرضية، وحكمنا بالكفر إذا كان تركه لا الترك المطلق. وأما من يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا لا تتجرأ ألسنتنا على أن نكفره لثبوت الدليل بعدم تكفيره، وهو حديث عبادة المذكور آنفا. ولا أعلم على مدار التاريخ اللي اطلعت عليه وقرأته وما خفي عني أكثر أن أحدا استتيب لتركه للصلاة أو قتل بسبب تركه للصلاة، مما يدل على أن هذه المسألة إنما تقال تنظيرا، ولكن إذا جئنا في مجال التطبيق فلا نجده واقعا عمليا. فكثير من الناس يترك الصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، لكن لا نجد أنه يستتاب إذا ترك شيئا من الصلوات. القاعدة الثانية: الصلوات كفارات. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالصلاة من جملة ما يكفر الله بها عن العبد ذنوبه، والدليل على ذلك ما في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، أو قال: إذا اجتنبت الكبيرة أو الكبائر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي الحديث: تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، أي تحترقون بارتكاب الذنوب والمعاصي. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة قبلة. قال: فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
ويوضح هذا ما في الصحيحين من حديث أنس قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال فلو ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني لم يستفسر من نوع هذا الحد. فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. فقال أليس قد صليت معنا؟ قال بلى. قال فاذهب فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك، وفي رواية حدك. وهذا متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن قلت وأي الذنوب تكفرها الصلاة؟ أقول بالأصالة لا تكفر الصلاة إلا الصغائر، هذا بالأصالة. ولكن قد تكون صلوات بعض الناس لشدة لقوة خشوعها وحضور قلبه فيها وكمالها عند الله عز وجل، قد تكون هذه الصلاة مكفرة لشيء من الكبائر على هذا الإنسان. وإلا ففي الأصل أن الصلوات فيما بينهن لا يكفرن إلا ماذا؟ إلا الصغائر. لكن بعض الصلوات قد تكون في ميزان الله عز وجل مكفرة لبعض الكبائر على حسب خشوعها وخضوعها وحضور القلب فيها، هكذا نص أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. بل قال بعض أهل العلم إن الصلاة أعظم من الحج، أليس كذلك؟ الصلاة أعظم من الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد جعل بعض أهل العلم هذا دليلا على أن الحج من جملة مكفرات الصغائر والكبائر، ولكن قالوا هذا على حسب وجود البر في الحج، على حسب إتقان الإنسان وإخلاص نيته في حجه وحضور قلبه في مناسكه. فإذا هذه العبادات التي وصفت بأنها مكفرة نحملها على تكفير الصغائر بالأصالة، ولا نجزم بأنها لا تكفر الكبائر، وإنما نقول هذا يختلف باختلاف ما يقوم في قلب الإنسان من الحضور والخشوع والخضوع وإحسان الإخلاص فيها وإقامته ساقها على مبدأ الإخلاص والمتابعة. هذا هو الأصل في هذه الصلوات أو في تكفير الصلوات. القاعدة الثالثة، العقل والتمييز شرط لوجوب العبادات وصحتها. العقل والتمييز شرط لوجوب العبادات وصحتها. فجميع العبادات لا تصح إلا من العاقل المميز. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستفيق أو يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. وقد أجمع علماء الإسلام على أن المجنون لا تصح عباداته ولا عقوده ولا فسوخه. جميع ما يصدر من المجنون إذا كان له آثار فإن آثار فعله لا تترتب عليه، فإن صلى فإن صلاته غير مقبولة. وبناء على هذا الشرط فلو صلى المجنون فإن صلاته غير صحيحة. وكذلك التمييز، فقد أجمع العلماء على أن التمييز شرط في صحة جميع العبادات إلا في النسكين. وما المراد بالنسكين؟ أي الحج والعمرة. وما دليل استثنائهما؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا حج الصبي غير المميز حج صحيح، وعمرته كذلك عمرة صحيحة مع أن لم يميز. وأما سائر العبادات فإن الله لا يقبلها
إلا بالتمييز، فالتمييز شرط لوجوب العبادة، عفوا نعم شرط لصحة العبادات، شرط لصحة العبادات. فإذا قام، فإذا صلى الصغير غير المميز فإن صلاته باطلة. فإن قلت وكيف نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم أو قال أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وهم أبناء سبع سنين، فهل هذا دليل على وجوبها قبل البلوغ؟ أقول لا، هذا دليل على أن الولي ينبغي له أن يربي أبناءه وأن يعودهم على حضور المسجد وعلى الصلاة، حتى إذا وجبت عليهم فإذا هي سهلة على نفوسهم ويعرفون ما يتعلق بها من الطهارة والأدب ويتعلمون أدب المسجد. فإذا أمر الصبي في السابعة بالصلاة ليس أمر وجوب وتحتم عليه، وإنما هو أمر تمرين وتعويد، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا لا بد من العقل لصحة الصلاة ولا بد من التمييز لصحتها. قاعدة: الصلاة واجبة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء. الصلاة واجبة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء. ولا يمكن أبدا أن يسقط فرض الصلاة عن أحد مكلف. والمراد بالمكلف هو من استجمع شرطين: أن يكون عاقلا بالغا، فلا تجب الصلاة على المجنون ولا على الصبي إلا إذا عقل الأول وبلغ الثاني. طيب، ما دليل استثناء الحائض والنفساء من عدم وجوب الصلاة؟ الدليل على ذلك الإجماع والأثر. أما الإجماع فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة لا أداء ولا قضاء، وهذا إجماع معلوم من الدين بالضرورة. وأما من السنة ففي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنها قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة امرأة منكن بشهادة أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين منكن؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها، فذلك من نقصان دينها. وقد قرر العلماء أن الصلاة لا تسقط على من كان عقله حاضرا، فيصلي على حسب حاله وعلى حسب قدرته. ومن القواعد أيضا ما يتعلق بباب الأذان والإقامة، وهو أول باب من الأبواب في هذا الكتاب. من قواعد باب الأذان، ولعلكم تجعلون الترقيم واحد: الأصل في العبادات التوقيف على الدليل. الأصل في العبادات التوقيف على الدليل. وهذه القاعدة بالمناسبة تمر معنا في كل باب من أبواب كتاب العبادات،
فتمر علينا في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الصوم والزكاة وفي كتاب الحج أيضا تمر علينا هذه القاعدة. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقرر شيئا من العبادات إلا بدليل. والأذان والإقامة من جملة العبادات التي لا بد أن يكون مبناها على النص، فمن اعتقد مشروعية شيء فيه فإنه مطالب بالدليل الدال على هذه المشروعية. المشروعية القاعدة الثانية، الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وقد كررناها مرارا وتكرارا، وأنت تعرف علاقتها بباب الأذان. فلا يجوز لأحد أن يوجب شيئا في الأذان أو يعتقد استحبابه إلا بدليل، لأن الوجوب والاستحباب حكمان شرعيان. فمن ادعى أن هذا الشيء واجب في الأذان أو مستحب في الأذان أو سنة في الأذان فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. نأخذ جمل القواعد ثم نأخذ الفروع بعدها. القاعدة الثالثة في باب الأذان، مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفية. مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفية، فمن اعتقد جواز شيء أو وجوبه أو ندبيته في الأذان والإقامة فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. فلا حق لأحد أن يضيف في الأذان شيئا من الأقوال أو الأفعال ويعتقد أنها من المشروع في الأذان والإقامة إلا بدليل. وستأتينا الفروع بعد قليل إن شاء الله. القاعدة التي بعدها، مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ومعنى هذا أن هناك من الألفاظ ما يدخل في دائرة الأذكار الشرعية، ما يدخل في دائرة الأذكار الشرعية، إما آيات قرآن يلصقونها بالأذان أو بعض التسابيح أو بعض الأهازيج أو بعض التعاويذ أو نحوها يلصقونها بالأذان ويزعمون أنها مما يشرع فيه. فإذا أنكرنا عليهم ذلك قالوا أوليس هذا من ذكر الله عز وجل؟ فنحن نقول لهم هو من ذكر الله باعتبار الأصل، وهذا غير منكر عندنا، لكن الذي ننكره هو إلصاقه بماذا؟ هو إلصاقه بالأذان أو الإقامة. فإذا مشروعية الشيء بأصله شيء وتنزيل هذا المشروع زمانا أو مكانا أو هيئة أو صفة هذا شيء آخر. فليس كل شيء مشروع بأصله يكون مشروعا بوصفه، فنحن نقر الأصل ونمنع الوصف، نقره أصلا ونمنع الوصف. القاعدة التي بعدها، صفة الأذان والإقامة توقيفية. صفة الأذان والإقامة توقيفية لأنهما عبادتان، والأصل في العبادات قبل قليل كما ذكرنا أن مبناها على التوقيف. فلا يجوز للإنسان أن يؤذن أو يقيم إلا بما وردت به الأدلة من غير زيادة ولا نقصان. القاعدة التي بعدها، لا يجوز ابتداء الأذان ولا وصله بما ليس منه. لا يجوز ابتداء الأذان ولا وصله بما ليس منه، بما ليس منه. لا يجوز وصل الأذان، لا يجوز ابتداء الأذان ولا وصله بما ليس منه. إذا علمت هذه القواعد فننطلق إلى فروعها. فأقول أولا، اعلم أن الأذان والإقامة مشروعان بالإجماع والسنة الصحيحة، بل وبالقرآن أيضا. أما من القرآن فقول الله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، والمراد بالنداء إلى الصلاة يعني الأذان، الأذان لها. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع ذلكم خير لكم
إن كنتم تعلمون. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي محذورة رضي الله عنه قال: ألقى علي النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه، فقال تقول: الله أكبر الله أكبر. وفي السنن تربيع التكبير: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قال: فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير مع الترجيع، قال: فذكر الأذان بتربيع التكبير مع الترجيع. والترجيع وتربيع التكبير كله سيأتينا في فروع بعد قليل إن شاء الله. فالشاهد أنهما مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع. ومن الأدلة على مشروعيتهما حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الرؤيا التي رآها في المنام وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها وقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله. ولذلك نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الأذان والإقامة من شعائر الدين الظاهرة، وأي بلد تعطلهما فالواجب على ولي الأمر أن يقاتل هذه البلد. قال في الزاد: ويقاتل أهل بلد تركوهما. والدليل على وجوب مقاتلتهم ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فالأذان والإقامة هي أعظم شعائر الدين الظاهر، من أعظم شعائر الدين الظاهرة والتي تعرف بها بلاد الإسلام من بلاد الكفر. فبلاد الإسلام تسمع الأذان فيها قل أو كثر، وأما البلاد الكافرة فإنها ليست محلا لرفع ذكر الله عز وجل وإعلاء النداء بالأذان. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ابتداء مشروعية الأذان متى كان، والقول الصحيح أنه شرع في بداية الهجرة، أنه شرع في بداية الهجرة، فهو مشروع بالمدينة ولا أذان بمكة، مشروع بالمدينة في أوائل الهجرة ولا أذان بمكة. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: يا رسول الله، أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى يا بلال، قم فنادي بالصلاة. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الأذان والإقامة، والقول الصحيح الذي لا مرية فيه أنهما فرض كفاية، فإذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، أنهما فرض كفاية فإذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في التفضيل بين الأذان والإمامة أيهما أفضل على أقوال، والقول الأقرب في هذا إن شاء الله أن الأذان أفضل من الإمامة إلا لذي منصب وسلطان يضطره سلطانه ومنصبه إلى مراعاة أحوال الناس وعدم مراعاة وقت التأذين. فإذا الأفضل الأذان ولا جرم إلا لصاحب السلطان. ولذلك لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الأذان لأنهم من ذوي السلطان. فإذا صاحب السلطة الأفضل له الإمامة، وأما غير صاحب السلطة فالأفضل له الأذان. والدليل على ذلك جمل كثيرة من النصوص، فالأدلة والنصوص الواردة في فضل الأذان أكثر بكثير، كثيرة جدا، أكثر من النصوص الواردة في فضل الإمام. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، إقامة يعني الإقامة، فإذا قضي من التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، والعياذ بالله. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في التفضيل بين صفتي الأذان، بين أذان أبي محذورة وأذان بلال. وقد تقرر عندنا في القواعد قبل قليل أن صفة الأذان توقيفية، والمتقرر عندنا في القواعد أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. وأنا أرجأت هذه القاعدة إلى باب صفة الصلاة، لأن التفريع هناك أكثر من التفريع عليها هنا. فالأذان والإقامة عبادتان وردتا بصفتين: صفة أذان وإقامة بلال، وصفة أذان وإقامة أبي محذورة. ما الفارق بين أذان بلال وإقامته وبين أذان أبي محذورة وإقامته؟ الفرق بينهما الترجيع، الفرق بين الأذانين الترجيع فقط. فأذان أبي محذورة فيه ترجيع، وأذان بلال لا ترجيع فيه. قالوا: وما المراد بالترجيع؟ أقول: المراد بالترجيع هو ذكر الشهادتين بصوت منخفض أول مرة يسمعه من قرب، ثم إعادتهما مرة أخرى بصوت مرتفع يسمعه من بعد. فإن قلت: مثل لنا، أقول: مثاله أن تقول: الله أكبر، نطفى الفوق، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت أخف الآن من التكبير ولا لا؟ أشهد أن محمد رسول الله، ثم تعود فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو الترجيع. وهل هو ثابت؟ الجواب نعم. وأين ثبت؟ ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي محذورة قال: ألقى علي النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه، فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تعود فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، لكن ذكر التكبير في أوله مرتين، ورواه أصحاب السنن فذكروه مربعا. ورواية التربيع زيادة من ثقة، والمتقرر عند العلماء أن زيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف الثقات. زيادة الثقة مقبولة، فهي زيادة بيانية. وأما أذان بلال فهو الأذان المعروف عندنا في البلاد السعودية. فإن قلت: وأي الأذانين نرجح؟ أقول: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أن كليهما سنة، أن كلا الأذانين سنة أيها الإخوان، ولا ينبغي أن نرجح بينهما، بل نقول هما داخلان تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة، من السنة فعلها على جميع وجوهها في أوقات مختلفة.
فيؤذن بأذان بلال تارة وبأذان أبي محذور تارة، أو يؤذن بأذان بلال في مصر ويؤذن بأذان أبي محذورة في مصر آخر، أو نحو ذلك. المهم لا يجوز لنا أن نهمل شيئا من السنة حتى تكون غريبة. فإن قلت أولم يكن بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن بها بأذانه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وبلال هو مؤذن المسجد النبوي؟ فقل نعم، ولكن هذا لا يجعلنا نفضل أذانه على أذان أبي محذورة، أو يجعلنا نهمل صفة ثابتة بالأدلة الصحيحة. فإذا نؤذن بهذا تارة وبهذا تارة. طيب، وأما الإقامة فهي أيضا إقامتان، إقامة أبي محذورة وإقامة بلال. أما إقامة بلال فهي فرادى. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فإقامة بلال فرادى. وأما إقامة أذان أبي محذورة فهي بعينها أذان بلال مع زيادة لفظتين، ما هما؟ قد قامت الصلاة. وأما أعدادهما فهي كما يلي: أما أذان أبي محذورة فهو 19 جملة، ولا لا؟ 19 جملة، يعني زاد على أذان بلال بكم؟ 4 جمل، لأن أذان بلال 15 جملة، 15 جملة. وأما إقامة أبي محذورة فهي 17 جملة، فهي 17 جملة، لأنها عين أذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين. طيب، وأما إقامة بلال فهي 11 جملة، 11 جملة، وليس بين الأذانين تعارض ولا بين الإقامتين تعارض. فالسنة لمن أذن بأذان بلال أن يقيم بإقامته، والسنة لمن أذن بأذان أبي محذورة أن يقيم بإقامته، لكن من أذن بأذان بلال وأقام بإقامة أبي محذورة هذا خلاف السنة. من أذن بأذان أبي محذورة وأقام إقامة بلال هذا خلاف السنة، لأن بلالا كان يؤذن بأذانه ويقيم بإقامته، فإقامته مرتبطة بأذانه، وكان أبو محذورة يؤذن بأذانه ويقيم بإقامته، فإقامته مرتبطة بصفة أذانه. فإذا لا تعارض بين هاتين الصفتين البتة، بل نؤذن ونقيم بهذا تارة، ونؤذن ونقيم على الوجه الثاني تارة. مسألة لو سألنا سائل وقال: ما حكم التثويب في أذان الفجر؟ ما حكم التثويب في أذان الفجر؟ والمراد بالتثويب في أذان الفجر أي قول الصلاة خير من النوم. الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح سنيته، والقول الصحيح سنيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة وأقر بلالا عليه، فهي ثابتة في السنة الصحيحة أن المؤذن في أذان الفجر يقول الصلاة خير من النوم. فإن قلت: وفي أي أذان يقولها؟ أقول: في هذا خلاف بين أهل العلم، لأن للفجر أذانين، أذان أول وأذان ثاني، ففي أي أذان يقولها؟ والأقرب عندي والله تعالى أعلم أنها تقال في الأذان الأول للثاني، أنها تقال في الأذان الأول للثاني، وأكثر الناس في هذا الزمان يعملون على أنها بما تقال في إيش؟ في الأذان الثاني. ولكن الأقرب حسب ما صحت به النصوص أنها تقال في الأذان الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة: فإذا كان الأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، حديث صحيح. ولكن بعض أهل العلم قال الأول
هو أول باعتبار الإقامة، لأن الإقامة أذان أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. فقوله فإذا كان في الأول من الصبح يعني في الأذان، لأن الإقامة أذان ثاني. ولا يقصد به فإذا كان الأول يعني أول الأذانين، أنتم معي في هذا؟ فهم يجيبون، والمسألة خلافية، واختار كونها في الأذان الأول الإمام المحدث الألباني رحمه الله تعالى وجمع من المحدثين. هذا هو الأقرب إن شاء الله. مسألة: ما حكم التثويب في غير أذان الفجر ولماذا؟ أجيبوا أنتم، ما حكم التثويب في غير أذان الفجر ولماذا؟ الجواب شيخ مجيد: نعم، لا، ليس من السنة، وإنما التثويب خاص بأذان الفجر فقط، فليس ثمة تثويب لا في أذان الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. وقد حصل أنه ثوب بعض المؤذنين في أذان الظهر وكان ابن عمر موجودا، فقال لنافع: قم بنا، يعني يخرج، خرجوا من المسجد وقال: أخرجتنا البدعة، فهي بدعة. وإني لأعجب من بعض من ينتسب إلى العلم، قال: إذا قلب الناس نومهم في النهار فلا بأس من قول أن نقول الصلاة خير من النوم حتى في أذان الظهر، لأن الناس خلاص بدأوا يسهرون في الليل ما يحتاجون لها الكلمة، وإنما بدأوا ينامون في النهار. وهذا رأي في مقابلة النص واجتهاد في مورد الدليل، وهو باطل وقياس فاسد ولا ينبغي قوله، لأن صفة العبادة توقيفية على النصوص، ولا مدخل للآراء ولا للاجتهادات ولا للاستحسانات والعقول في تشريع شيء منها. فإذا لا يجوز ولا يشرع للإنسان أن يثوب في غير أذان، في غير أذان الفجر خاصة. مسألة: ما حكم قولي حي على خير العمل في الأذان، حي على خير العمل في الأذان؟ نقول: لقد تقرر في القواعد أن صفة الأذان توقيفية، وأن مشروعات الأذان إنجابا واستحبابا توقيفية، وأن الأحكام الشرعية، القواعد اللي قررناها كلها سابقة، تنص هذه القواعد وتؤكد على أن هذه الألفاظ من جملة ألفاظ أهل البدع، هذا لفظ بدعي لا يصح إلحاقه بالأذان. لماذا؟ لعدم وجود الدليل الدال على مشروعيته. فإن الأذان كان يرفع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات في اليوم والليلة، ولم يعرف عن أحد من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك أو قال ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار له بأن يقول ذلك أو أقر على قوله، كل ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذين يستدلون على مشروعيتها يستدلون عليها بأحاديث موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف. وأمثل ما استدلوا به هو ما في الصحيح من قول ابن عمر لما قيل له: أتصلي وراء نجدة الحروري؟ كيف تصلي وراء هذا الخارجي في الموسم؟ في الموسم كان نجدة يصلي موسم وابن الزبير يصلي موسما، فكان ابن عمر يصلي وراء الاثنين كله، فقيل له: كيف تصلي وراء نجدة الحروري؟ قال: إن قالوا حي على قتل النفوس قلنا لا، وإن قالوا حي على خير العمل قلنا أجبناه. حي على خير العمل أجبنا. قالوا: هذا ابن عمر يقول إن قالوا حي على خير العمل. كيف الجواب؟ الجواب عن ذلك أن ابن عمر لا يريد حكاية صفة الأذان، وإنما يميز بين النداءين، فإذا نادونا لباطل لم نجبهم، وإذا نادونا لحق أجبناهم، هذا هو مقصوده. فإذا قالوا حي على قتل النفوس لم نجبهم، لأنه نداء إلى باطل، وإذا قالوا حي على خير العمل أجبناهم، لأنه نداء بحق. فإذا لا يقصد ابن عمر حكاية ألفاظ الأذان، فلا بد من التنبيه لذلك. مسألة: ما حكم ما يقوله الرافضة في أذانهم: أشهد أن عليا ولي الله؟ الجواب: هذه ننظر لها باعتبارين، باعتبار صدقها في أصلها وباعتبار إلصاقها بالأذان.
أما باعتبار أصلها في ذاتها فلا جرم أن علي رضي الله عنه من سادات أولياء الله عز وجل، ويدخل دخولا أوليا في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأصل صدق هذه الكلمة لا نناقش فيه، نحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نناقش في أن عليا من أولياء الله عز وجل، لكن هل صدقها في أصلها ومشروعيتها بأصلها تستلزم إدخالها في الأذان؟ الجواب لا، فنحن ننكر الوصف للأصل، لأن المتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته، لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فلينتبه لذلك، لا بد أن نفرق بين الأمرين، لا بد أن نفرق بين الأمر. فإذا قولها في الأذان من البدع باعتبار الوصف، باعتبار الوصف، فهي بدعة وصفية إضافية، من قالها فإنه قد فعل بدعة. ولأن ألفاظ الأذان توقيفية على النصوص، ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من السلف الصالح أنه شرع أنه أذن فيها أو شرعها، أي ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا من فعل أحد من سلف الأمة وأئمتها. مسألة: ما حكم قراءة شيء من القرآن قبل الأذان كقراءة آخر آية من آيات سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر. ما حكم قراءتها؟ الجواب: ننظر لهذا الفعل من باعتبارين، ولا الإجماع، باعتبار الأصل وباعتبار الوصف. أما باعتبار الأصل فهي آية من كتاب الله عز وجل، وأما باعتبار الوصف فهو ممنوع، لأن ألفاظ الأذان توقيفية، ولأن المتقرر أنه لا يجوز ابتداء الأذان ولا وصله بما ليس منه، لا يجوز ابتداء الأذان ولا وصله بما ليس منه. وتلك الآية ليست من جملة ألفاظ الأذان المشروعة، هي آية وقراءة قرآن، ولا نناقش فيها باعتبار الأصل، لكننا نناقش باعتبار الوصف. وليس كل شيء شرع بأصله يكون لزاما يشرع بوصفه، يشرع بوصفه. مسألة: ما حكم ما يسمى بنداء الأمراء؟ ما حكم ما يسمى بنداء الأمراء أو ما يسمى بالتنويه بالصلاة؟ والمراد بنداء الأمراء أنه جرت عادة كثير من المؤذنين في بعض عصور الإسلام أنه إذا فرغ المؤذن نادى بأعلى صوته: الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين. ما حكم هذا النداء بعد الأذان، بعد الأذان موصولا به والمؤذن لا يزال في مكانه ولم يذهب للأمير في مكانه؟ أو التنويه بالصلاة، أن يقول المؤذن بعد الصلاة: ألا فصلوا رحمكم الله، ألا فصلوا رحمكم الله، في المقرفون. ما حكم هذا؟ الجواب: هذا من البدع التي لا تجوز. لماذا؟ لأنها إذا قيلت موصولة بالأذان فيخشى أن يعتقد معتقد أنها من جملة أنها من جملة ألفاظه المشروعة. والمتقرر عندنا أنه لا يجوز ابتداء الأذان ولا وصله بما ليس منه. ومن باب سد ذريعة إلحاق الأذان أن يلحق بالأذان ما ليس منه من الأقوال أو الأعمال. ولذلك أيها الإخوان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ليه؟ حتى لا يبتدأ الشهر بما ليس منه. وحرمت علينا الشريعة صوم يوم العيد. لماذا؟ حتى لا يلحق بالعبادة ما ليس منها. فالعبادة محفوظة الابتداء ومحفوظة الانتهاء، فلا تلحق، لا تبتدئها بشيء ليس منها موصولا بها، ولا تختمها بشيء ليس منها موصولا بها. لكن لو وقف المؤذن وانتهى ونزل عن مكان أذانه ثم خرج إلى بيوت الأمراء ونادى الصلاة الصلاة، أو مشى في الأسواق وقال الصلاة الصلاة، هذا من الأمر بالمعروف،
هذا لا شأن لنا به، لكن أن يقولها عقيب فراغه من الأذان مباشرة فإن هذا من البدع التي لم تعرف عن سلف الأمة وأئمتها، وإنما هو شيء فعل واستحسن وأقر، وإلا فلا دليل عليه. مسألة: ما حكم البسملة والاستعاذة قبل الأذان؟ ما حكم البسملة والاستعاذة قبل الأذان؟ فإن بعض المؤذنين يستعيذ أو يبسمل قبل أن يبدأ في أذانه، فما حكمه؟ نقول: ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة، فليس هناك دليل يدل على أن من مشروعات الأذان أن يستعيذ أو يبسمل. ومشروعات الأذان والإقامة إيجابا واستحبابا توقيفية، ولا يجوز وصل الأذان ابتداء أو انتهاء بما ليس منه. قواعد واضحة ولا تحتاج لها كبير فهم ولا تكلف، واضحة. لكن إن قيلت أحيانا ليس على وجه الديمومة والاستمرار، فبعض أهل العلم أجازه وسوغه لا معتقدا مشروعيتها بعينها في هذا الوقت، لكنه قالها هكذا من غير اعتقاد لمشروعية فضيلة خاصة وليس على وجه الديمومة والاستمرار، فقال بعض أهل العلم: لا بأس بها، لا بأس بها، والترك أفضل. وبناء عليه فما تسمعونه من استعاذة بعض المؤذنين والاستمرار على ذلك أو البسملة، هذا كله من خلاف السنة، مما هو خلاف السنة. مسألة: ما حكم قولي أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أو أشهد أن حبيبنا محمدا رسول الله؟ وهي تقال، ترى تقال في بعض البلاد. ننظر الجواب، ننظر إلى هذا باعتبارين: باعتبار الأصل وباعتبار الوصف. أما باعتبار الأصل فلا جرم أنه حبيبنا ولا جرم أنه سيدنا، ولا لا؟ ولكن باعتبار الوصف أنقرها أم نمنعها؟ أجيبوا يا أخوان، طير النوم عنكم، نمنعها. لما؟ لأن مشروعات الأذان والإجابة واستحبابا توقيفية، ولأن ألفاظ الأذان مبناها على التوقيف فلا يجوز أن نزيد فيه ما ليس منه. وقد كان المؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويقره على ذلك، ولم يبين له أن من المشروع أن تزيد سيدنا أو حبيبنا، فلو كانت من جملة المشروع المستحب لبينه، لأنه وقت الحاجة، والمتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذه القواعد تثبت الحق، تثبت الحق وتنفي الباطل. مسألة: ما حكم الديمومة على الاستمرار على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان؟ قبل الأذان، أبي منكم واحد يجاوب. خالد جاوب، ها؟ لا تشرع؟ ما ودك تفصل شوي؟ وأصلا نقول: أما باعتبار أصلها فلا جرم أن من المشروع أن يصلي المسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع باعتبار الأصل. لكن اعتقاد فضيلة الصلاة والسلام قبل الأذان خاصة هذا هو الممنوع، فهي مما يشرع بأصلها ويمنع وتمنع بوصفها. والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته، لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مسألة: ما حكم الأناشيد والأذكار التي تقال في بعض البلاد قبل الأذان؟ تقال في بعض البلاد قبل الأذان. الجواب: طبعا لا سيما قبل أذان الفجر، لا سيما قبل أذان الفجر، والتي يسميها البعض ترانيم الصباح أو أذكار الصباح أو نحو هذه التسميات. وهذا أيها الإخوان لا جرم أنه لا دليل عليه، فلم يكن بلال ولا أحد من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا من ذلك. والمتقرر عندنا أن كل إحداث في الدين فهو رد، وأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وأن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه،
وأن الأصل في صفة الأذان التوقيف، وأنه لا يجوز أن يوصل الأذان لا ابتداء ولا انتهاء بما ليس منه، فلا جرم أن هذه الأناشيد من جملة البدع والترنمات المحدثة. مسألة: ما حكم الالتفات يمينا وشمالا في الأذان؟ ما حكمه الالتفات يمينا وشمالا في الأذان؟ أقول هنا بدعة وسنة، هنا بدعة وسنة. أما البدعة فما يفعله بعض المؤذنين من الالتفات في كل لفظة من ألفاظ الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يلتفت يمينا وشمالا في كل ألفاظ الأذان، فلا جرم أن هذا الالتفات من المحدثات ومن البدع، فيلتفت يمينا وشمالا من حين ما يبدأ في الأذان منها هنا وها هنا، وهذا من البدع. وأما الالتفات السني فهو أن يلتفت المؤذن في الحيعلتين فقط، فيلتفت يمينا وشمالا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: ورأيت بلال وجعلت أتتبع بلالا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. والأقرب عندي والله أعلم أن يقول حي على الصلاة يمينا ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة، لا يقول اللفظتين في جهة اليمين كما هو حاصل من كثير من المؤذنين وقال به بعض أهل العلم، ولكن الأقرب إن شاء الله أن نعطي كل جهة من الجهات يمينا وشمالا حظها من الندائين جميعا، من النداء للصلاة ومن النداء للفلاح، فنجعل يمينا حي على الصلاة أخذوا حظهم. طيب الحظ الثاني، الجانب الثاني حي على الصلاة، طيب والجانب الأيمن حي على الفلاح، والجانب الثاني حي على الفلاح، فنعطي كل جهة من الجهات حقها، والدليل يحتمل القولين جميعا، لكن هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، هذا هو الأقرب إن شاء الله. مسألة: ما حكم الأذان في صلاة الاستسقاء والعيدين؟ ما حكم الأذان في صلاة الاستسقاء والعيدين؟ الجواب: هذا لا أصل له، بل هو من البدع المحدثة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فإن صلاة العيدين كانت تقام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يؤذن لها، ولم يكن يؤذن لها، بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا للأمة أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، والخير لا يكون إلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأذان لهما من البدع. مسألة: ما حكم الأذان أو الإقامة في قبر الميت؟ وهذا ترى ليس استنتاجا من العقول، هذا واقع وحاصل. ما حكم الأذان والإقامة في قبر الميت؟ الجواب: هذا من البدع ولا شك في بدعيته، لأنه فعل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمتقرر أن مشروعات الأذان إجابا واستحبابا توقيفية، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد فضيلة الأذان في موضع إلا وعليه دليل. والأصل في العبادات التوقيف على الأدلة. مسألة: أحدثها قراء القرآن الرقية الشرعية، وهي الأذان في أذن المصروع. الأذان في أذن المصروع، ما حكم الأذان في أذن المصروع؟ أقول: هذا لا أصل له في السنة الصحيحة، لا أصل له في السنة الصحيحة، ليس من المشروع أن يؤذن في أذن المصروع. فإن قيل لنا أوليس الأذان من مطرد للشيطان؟ فنقول: نعم، ولكن ليس كل أذان، وإنما هو النداء للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أو بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. ولأن الأصل في الرقية أن مبناها على التوقيف، لأنها علاج روحي، والاتصال بين الداء والدواء
اتصال روحي. فإذا لا ينبغي لنا أن نفتح باب الرقية على مصراعيه أو على باب التجارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ ورقى ورقى أصحابه، ولا نعلم عن أحد منهم أنه كان يؤذن في أذن المصروع. وفعل بعض السلف أو فعل بعض العلماء ليس دليلا على مشروعيته. مسألة وهي بدعة جديدة: ما حكم الاكتفاء بالأذان المسجل والذي ينادي به كثير من الطوائف في هذا الزمان أو من البلاد في هذا الزمان؟ يقول: لا بد أن يتفق المؤذنون في البلد الواحد على أذان واحد، فأحدثوا هذه البدعة وقالوا الأذان المسجل، أذان مسجل يذاع في جميع قنوات المسجد، فيرتفع الأذان بصوت واحد يكون مسجلا. ما حكم ذلك أيها الإخوان؟ هذا أمر من البدع والمحدثات، ولا جرم في ذلك ولا نناقش في ذلك، فهو بدعة محدثة في الدين وفي شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالأذان من أكبر العبادات ومن أعظم شعائر الدين الظاهرة، وقد قرر الفقهاء أنه يقاتل أهل بلد تركوهما، فلا ينبغي الاستهانة والتهوين من شأن هذه الشعيرة حتى يتولاها مسجل. ولأن الأذان عبادة ومن شروط العبادات النية، والمسجل هل ينوي؟ أجيبوا يا إخوان، المسجل هل له نية؟ الجواب: ليس له نية. فإذا آلة التسجيل لا يمكن أبدا أن يرضى العلماء أن تقوم بدور المؤذن، لا يمكن أبدا أن تقوم بدور المؤذن، لأنها ليست عاقلة أصلا، وليست بمكلفة، ولا توصف لا بإسلام ولا بكفر، ولا يتصور أن يصاحب الأذان فيها نية. والمتقرر أيها الإخوان أن العبادات لا تصح إلا بالنيات، فبما أنها آلة لا عقل لها ولا تكليف عليها ولا نية لها، فلا يجوز حينئذ أن تقوم بدور المؤذن في أداء هذه الشعيرة العظيمة، فإن قلت: طيب وكيف الحل في تفاوت المؤذنين؟ نقول: الحل بالتوجيه والموعظة والتربية، نحن لا نعالج الخطأ بالخطأ ولا نغسل البول بالبول. يعني أنت الآن تريد أن تعالج الخطأ بتقرير هذه البدعة؟ ولذلك لا يجوز لولاة الأمر ولا للعلماء أن يوافقوا على هذا الأمر. فالاكتفاء بآلة التسجيل مخالف لما عليه المسلمين سلفا عن سلف. فإذا لا يجوز لنا أن نقبلها. ومن ذلك أيضا ومن المسائل على هذه القواعد: ما حكم قول القائل، ما حكم الترديد وراء المؤذن؟ الجواب: أجمع العلماء على مشروعية الترديد وراء المؤذن. فإن قلت: وما دليل هذه المشروعية؟ أقول: دليل هذه المشروعية ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد مرفوعة: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فإذا الترديد والذكر عقيب الترديد كلها من الأمور المشروعة. فإن قلت: وما صفة هذا الترديد؟ أقول: الترديد هو أن يقول المردد خلف المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيحوقل، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فذكر سائر ألفاظ الأذان يرددها،
إلا في الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فضله إيش؟ هذا فضله أن من قالها من قلبه دخل، أن من قالها من قلبه دخل الجنة. طيب ما حكم ما يقوله بعض أهل العلم، بعض الناس، بعض العامة، إذا سمع المؤذن قال مرحبا بالقائلين عدلا، مرحبا بالقائلين عدلا، أو يقول أهلا وسهلا بذكر الله، أهلا وسهلا بذكر الله من فرحه بالأذان، ما حكم هذا؟ نقول هذا إذا اعتقد فضيلته واستحبابه بعينه فلا جرم أنه من جملة، من جملة ماذا؟ من جملة البدع الممنوعة والمحدثات الموضوعة، لأنه لم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل عليه. فاعتقاد فضيلة خاصة له في هذا الموضع أو اعتقاد استحبابه مما يحتاج إلى دليل ولا دليل، لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن ألفاظ الأذان توقيفية، وكذلك ألفاظ الترديد وراء الأذان مبناها على التوقيف، مبناها على التوقيف. ما أدري إخوان فاهميني ولا ما فهمتوني؟ طيب هذا كله واضح إن شاء الله. مسألة، لقد أنكر بعض أهل العلم زيادة الأذان الأول في عهد عثمان رضي الله عنه، وقال إنه زيادة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر رضي الله عنهم وأرضاه، وإنما زادها عثمان. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الأذان الأول في الجمعة حين يقعد النبي صلى الله، أو قال حين يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وفي عهد أبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. الثالث يعني هو الأول في ترتيبنا، أذان أول وأذان ثاني وإقامة، إذا صارت ثلاث أذانات، أذانان وإقامة، والإقامة تسمى أذانا. كيف نجيب عن هذا؟ نجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن عثمان له سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وعثمان رضي الله تعالى عنه من جملة هؤلاء الخلفاء، من جملة هؤلاء الخلفاء. فإذا له سنة متبعة، له سنة متبعة. والجواب الثاني الإجماع، فقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإقرار، على إقرار عثمان بعد زيادته وعدم الإنكار عليه، وعدم الإنكار عليه. ولا يزال المسلمون بعد عهده يؤذنون بهذا الأذان خالفا عن سالف. فإذا نحن نقره بهذين الأمرين، بأن لعثمان سنة متبعة، بأن لعثمان سنة متبعة، والإجماع الواقع. مسألة، ما حكم أذان المحدث؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح صحته، صحة أذانه، ولكنه خلاف الأكمل، فالأكمل أن لا يؤذن الإنسان إلا على طهارة تامة. ولكن لو أذن محدثا سواء حدثا أصغر أو أكبر فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، لا حرج عليه إن شاء الله، وأذانه صحيح. وأما حديث ولا يؤذن إلا متوضئ فإنه حديث ضعيف، أما حديث ولا يؤذن إلا متوضئ فإنه حديث ضعيف. مسألة، اعلم رحمك الله تعالى أن العلماء قد اتفقوا على استحباب أن يكون المؤذن خارج المسجد حال الأذان، هذا بإجماع العلماء. استحب العلماء رحمهم الله تعالى أن يكون المؤذن خارج المسجد حال الأذان، وقد اختلفوا في حكم الأذان في المسجد. يعني شوف كيف اختلفوا في حكم الأذان في المسجد، والراجح أنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، لا سيما في هذه الأزمنة التي يسر الله تعالى فيها هذه المكبرات الصوتية، فقد تحقق منها المقصود الشرعي في
الأذان خارج المسجد ولله الحمد، فإن الأذان خارج المسجد إنما يشرع أو إنما شرع ليكون أبلغ في الإعلام وأسمع لمن حول المسجد ولمن في البلد، وهذه المكبرات تحقق هذا المقصود. ومن قال بغير هذا فله ما قال والمسألة اجتهادية، ولكن الذي ننكره أن تجعل هذه المسألة من مسائل الولاء والبراء والوصف بالبدعة أو السنة، لأن المسألة اجتهادية وكلا القولين محتمل. فإذا السنة أن يؤذن خارج المسجد، ولكن الأذان داخل المسجد في هذه الأزمنة لا حرج فيه لتحقق العلة، وهي إسماع الناس بهذه المكبرات الصوتية. مسألة: ما حكم القيام حال الأذان وما حكم أذان الجالس؟ أقول: لقد أجمع العلماء أن من السنة للمؤذن أن يكون قائما، أن يكون قائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. ولأن في الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: ثم قام على كذا وكذا فأذن، يعني الملك الذي رآه، الرجل الذي رآه في الرؤيا قال: فقام على كذا وكذا ثم أذن. ولأن الأذان حال قائما أبلغ في الإعلام وأبلغ في رفع الصوت، فالإنسان في حال جلوسه لا يكون صوته كحال صوته في حال قيامه، في حال قيامه. فإذا هذا هو السنة المتبعة. لكن ما الحكم لو أذن جالسا؟ أقول: إن كان جلوسه لغير عذر فأقل أحواله الكراهة، لأنه خلاف السنة. إن كان أذانه جالسا، إن كان أذانه جالسا لا حاجة له ولا عذر له فيه، فأقل أحواله أنه فعل مكروها، وأما إذا كان لعذر فلا حرج عليه، وأذانه في كلا الحالتين صحيح، وأذانه في كلا الحالتين صحيح. مسألة: واتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الأذان حال الركوب في السفر، واتفق العلماء على جواز الأذان راكبا على الدابة حال السفر، وهذا فهذا أذان صحيح ولا حرج، ولا حرج فيه. بل والقول الصحيح صحة الأذان من الماشي، والقول الصحيح أيضا صحة أذان الماشي وإقامته، لا سيما إذا كان لحاجة، لا سيما إذا كان لحاجة. مسألة: ما حكم وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان؟ طولنا عليكم إن في الأذان، لكن إن شاء الله خير. ما حكم وضع الأصابع في الأذان في الأذنين حال الأذان؟ الجواب: وضعهما سنة، لحديث أبي جحيفة قال: وأصبعاه في أذنيه، وهو يحكي أذان بلال قال: وأصبعاه في أذنيه. وعلى حسب التجربة أن وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه أرفع لصوته، أرفع لصوته وأبلغ في إيصاله للآخرين. هذه جمل من المسائل المتعلقة بباب الأذان تأصيلا وتفريعا. ثم ننتقل بعدها إلى باب آخر من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب المواقيت. في أحد عنده في الأذان شيء؟ في أحد عنده في الأذان شيء؟ نعم يا شوي، نعم يا حمد. ما فهمت. لكن ما يتعارض مع تطبيق السنة، مثل لو حطينا ميكروفونات برا المسجد أو سحب المؤذن الميكروفون وأذن برا المسجد، فيتحقق الأمران أنه أبلغ في الإعلام وأنه خارج المسجد، فما في تعارض بينهن. فهنا يضع أصبعيه فيكون أعلى لصوته مع تحقيق الأذان في الميكروفون، فما في تعارض حتى نقول والله نترك السنة، مثل الالتفات يمينا وشمالا، ولا لا يا جماعة؟
مثل التفات يمينا وشمال. يجوز يصح ان الانسان يقول حي على الصلاه، الحمد لله التفت ولم يبعد فمه عن الميكروفون، حي على الفلاح. ما يجي واحد يقول طب ابعد فمي عن الميكروفون، وانت معاندي وش الله حادك تكتب بعدها، يقول حي على الصلاه، راح ما عاد تحقق العلم وراك تقول كذا. فلذلك انا اقول يتحقق الامران الحمد لله، يتحقق الاسماع بهالاجهزه الطيبه، ويتحقق ماذا؟ فعل السنة، ما في تعارض، فيضع أذني، فيضع أصبعي في أذني تطبيقا للسنة، ويكون أرفع لصوته في هالميكروفونات. ما فيها إن شاء الله السنة ما تترك. نعم يا خالد. لا حرج عليه، أذانه صحيح، أذانه صحيح، لأن الالتفات ليس من شروط صحة الأذان، وإنما هي من صفات من الصفات الكمالية في الأذان. فلو أنه أذن ولم يلتفت فإنه لا حرج عليه. لكن عندي مسألة أنا أريد أن أسألكم فيها، ما حكم الترديد خلف المقيم؟ سنة على اجتهاد ولا على سماع فتوى؟ إيه؟ أنا أقول هذا من الأشياء المشهورة بين الناس، مع أنه لا دليل عليها في السنة صريح، إنما أصرح ما نقل في ذلك حديث محمد بن ثابت العبدي عن شهر بن حوشب عن رجل من أهل الشام، في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ردد وراء المقيم. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لوجود رجل مجهول فيه، والجهالة سبب لرد الرواية. وأما تسميتها أذانا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فإنها اقتران في اللغة، مثل العمرين، القمرين، الأبوين. يعني مثلا لو قلت للأب والأم الأبوين، هل هذا دليل على أن الأم تشارك الأب في الأحكام الشرعية؟ الجواب لا، فلكل أحكامه. فكذلك إذا قلت بين كل الأذانان، فالإقامة أذان باعتبار الأصل اللغوي، لكنها ليست أذانا باعتبار اقترانها بالأذان في الأحكام الشرعية، بدليل أن المشروع في الأذان الترسل، والمشروع في الإقامة الحدر. المشروع في الأذان أن يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلة ولا لا؟ هل نقول بهذا في الإقامة؟ هل يفعلها المقيم؟ جواب لا. فإذا كانت أذانا فلا بد أن تنطلق أحكام الأذان جميعها للإقامة، ولكنهم لا يقولون بذلك بشيء من ذلك إلا في مسألة الترديد فقط. ولذلك ليس هناك دليل صريح صحيح يجمع بين الأمرين، بين صفة الصراحة وصفة الصحة في الترديد خلف المؤذن، عفوا في الترديد خلف المقيم، ليس هناك دليل. وأنتم تعرفون أن أقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها، يحتج لها لا يحتج بها، وهي مسألة اجتهادية. لكن صفات الأذان توقيفية، ومشروعات الأذان إجابا واستحبابا توقيفية، فلا بد أن يأتينا مدعي شيء من الاستحباب أن يأتينا بدليل يجمع صفتين، أن يكون دليلا صحيحا وصريحا في الدلالة. وأدلتهم إما صحيحة ولكنها ليست بصريحة كقولهم بين كل أذانين صلاة، وإما صريحة ولكنها ليست بصحيحة كحديث محمد بن ثابت العبدي عند أبي داود منفرد به، ولكن حديث ضعيف. بل الذين يستدلون به يضعفون قولنا في الصلاة خير من النوم، في قول قد قامت الصلاة يقولون أقامها الله وأدامها، يقولون هذا لم يثبت به نص، ويستدلون بهذا النص على مشروعية الترديد خلف المؤذن، وهذا تناقض. فذلك القول الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن الترديد خلف المؤذن خلف المقيم ليس من السنة. فإن قلت وهل يوصف بأنه بدعة؟ فأقول لا، معاذ الله، لا نقول أنه بدعة لشدة الخلاف فيه، لشدة الخلاف الدائر فيه. فلا ينبغي للإنسان أن يصف المخالف في مثل هذه المسألة الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف ولكل أدلته والدليل محتمل، أن يصف الطرف الآخر بأنه مبتدع، لا. وإنما نقول هذا خلاف السنة ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا مع الأدب في الألفاظ. وأنا إلى هالساعة والله أتمنى أن يأتيني أحد بدليل يدل على مشروعية الترديد خلف المقيم، مع كثرة من يطبقه في هذا الزمان.
طبعا استدلالا بفتوى الشيخ عبد العزيز واستدلالا بفتوى الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم، وهم على رؤوسنا ترى، هم على رؤوسنا، لكن الدليل هو الفيصل، الدليل هو الفيصل. بعض الناس يقول هل أنت أفهم منهم، هل أنت أفهم؟ إذا وصل للجدال إلى هذه الدرجة خلاص اسحب نفسك وتوكل. نعم يا خالد، الجواب القاعدة عندنا أنه لا يبني أحد على عبادة أحد، لا يبني أحد على عبادة أحد إلا بدليل، إلا بدليل. فإذا أذن المؤذن بعض الأذان ثم حصلت له علة، فإنه إذا أذن عنه آخر فليست المسألة مسألة استخلاف بحيث يبدأ من حيث وقف، لا، وإنما يبتدئ من جديد. وإنما قال العلماء في مسألة الإمامة أنه يصح فيها الاستخلاف، قالوا لما؟ قالوا لأن المستخلف بدأ في الصلاة أصلا، فهو بادي في الصلاة، وهذا الرجل لم يبدأ معه في الأذان، فحينئذ لا يبني أحد على أذان أحد. نعم يا خالد، نعم يا خالد أو هيثم، واحد منكم ها؟ إيش؟ ما سمعتك. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن المشروع في الأذان الترسل، لأنه إعلام للبعيدين، لأنه إعلام للبعيدين، فيترسل المؤذن في أذانه حتى يكون أبلغ في الإعلام. وأما الإقامة، وأما الإقامة فإنها إعلام للحاضرين اللي في المسجد، فهم حضروا ويستمعون، فيشرع فيها في هذه الحالة الحذر. وأما الدليل الشرعي المرفوع ما أدري والله، لكنها تعليل قلناها كتبناها يا شيخ. كيف ما فهمت؟ فرض كفاية إذا قام به أحد من أهل البلد خلاص كفى. إيه طيب، ما يجب عليه من يؤذنه؟ وتعرف فرض الكفاية، فرض الكفاية هو الذي إيش إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا أهمله الكل أثموا جميعا. فإذا كان هناك طائفة في البادية فيعني لا يسمعون أذانا قريبا عندهم، فيجب عليهم أن يقيموا من يؤذن ويقيم، هذا واجب. كلها كلها فرض كفاية يا شيخ عبد الله، ترى والله أنك ترفعون أصابعكم ولا ما أدري عن الترتيب، فلا أحد يزعل علي يقول أنا رافع من أول، ما أسألني هيثم، معلش أسف هيثم قبلك بمراحل، هيثم رافع ايده من يوم بداية قبل الفجر على طول. والله يا شيخ أنت تقصد الإمام الألباني رحمه الله، ها؟ لا، الإمام الألباني رحمه الله يقول الآن لا ينبغي أن يؤذن بهذا الأذان، ولكن أنا أقول الإجماع كافي، لا يزال عليه عمل المسلمين في عصر الصحابة والقرون الأولى. لا أصبر، معليش معليش إيه لا ما يصلح هذا ولا يسمى مشروع، لا يكتفى بأذان مسجد عن مسجد، لا بد في هذا المسجد أن يؤذن فيه، لا بد فيها حتى لا تعطل تلك المساجد عن هذه عن إقامة هذه الشعيرة. نعم يكتفى، يكتفى بأذان، يكتفى بأذان واحد في 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 العلم بدخول الوقت، لكن في الجماعة الواحدة لا يكتفون بأذان جماعة ثانية، هذاك المسجد له أذان وهذا له أذانه. هذا جائز ولا حرج فيه، ولكنه خلاف السنة، السنة أن من أذن فهو يقيم، وقد كان بلال يؤذن ويقيم، أبو محذور يؤذن ويقيم، لكن لو أذن رجل وقام آخر فلا حرج. إيش مستر؟ وشو؟
هذا يؤذن وهذا يقيم. إذا تأخر كثيرا عن الوقت فالأسلم له ألا يؤذن حتى لا يشوش على الناس أو يشككهم في دخول الوقت من عدم دخوله. خلاص يكتفي بأذان غيره للمصلحة الراجحة. أما إذا كان التأخر يسيرا فيؤذن ما في مشكلة. أغلب الناس الآن يؤذن هذا ما أن يقف هذا ليؤذن الثاني، فالفارق بينهم يسير. لكن إذا كان الفارق كثيرا فيكتفي بأذان غيره منعا للتشويش. سم ما أنا بسمع صوت. حكم دخول المركز إيه إيش فيه؟ قصدك الجنوب؟ إيه إذا دخل يريد اللبث فهو محرم عليه إلا إذا توضأ. إيه الأذان؟ إيه الأذان ليس هذا عبر، كأنه عبر سبيل، يؤذن ويطلع مرة ثانية، فأذانه صحيح، وبقاؤه فترة الأذان في المسجد لا تعتبر مكثا. كيف؟ إيه هذه سنة وردت في 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 ثلاثة مواضع وكلها ثابتة في الأدلة الصحيحة. فإذا جاء العذر من كثرة المطر فمن السنة للمؤذن أن يقول ألا صلوا في الرحال، واضح؟ طيب أين يقولها؟ فيها ثلاثة مواضع. الموضع الأول أنه يقولها قبل الحيعلتين، يعني بعد التشهد يقول إيش؟ صلوا في الرحال. والسنة الثانية أن يقولها بعد الحيعلتين، وهذه ثابتة أيضا. والسنة الثالثة أن يقولها بعد الفراغ من الأذان كله، قال فقال على إثر أذانه ألا صلوا في الرحال، ودليلها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر. فإن قلت وأي الصفات نختار، فنقول لا نحتاج إلى الاختيار، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. طيب نبدأ في الباب الثاني، ما أدري كم بقي من الوقت. ها انتهى؟ كم قعدنا؟ ساعة ونص؟ بثونا شو ناخذنا بعد. الباب الثاني باب المواقيت، وفي هذا الباب جمل من الضوابط والقواعد. الضابط الأول الوقت آكد شرائط الصلاة، الوقت آكد شرائط الصلاة، فلا تصح قبله ولا بعده إلا من عذر، فلا تصح قبله ولا بعده إلا من عذر. وهذا الضابط يؤكد لنا أيها الإخوان أن كل فريضة من هذه الفرائض الخمس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي له وقت ابتداء ووقت انتهاء. ويقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول الفقهاء إن الله عز وجل قد جمع الأوقات الخمسة في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأما أدلة المواقيت فهي كثيرة، فقد وردت عندنا أدلة من السنة قولية وفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيها مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء. فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث بريدة رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
يسأله عن وقت الصلاة فقال صلي معنا هذين يعني اليومين. وأنا اخترت هالحديث الحديثين لأن الأول تعليم بالأقوال والثاني تعليم بالأفعال. قال صلي معنا هذين أي هذين اليومين. قال فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى الظهر. لما زالت الشمس هذا في اليوم الأول. فلما زالت الشمس قال ثم أمره فأقام العصر ثم أمره فأذن للعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية يعني لم يداخلها صفرة. ثم أمره فأذن للمغرب حين وجبت الشمس. والمراد بوجبت يعني غربت وسقطت إلى جهة المغرب. ثم أمره فأذن للعشاء حين غاب الشفق. ثم أمره فأذن للفجر حين تبين له الصبح يعني حين طلع الفجر. قال فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر يعني أخر صلاة الظهر. أمره فأبرد بالظهر فأنعم أن يبرد بها. قال ثم صلى العصر فأخرها عن وقتها الذي كان. أخرها عن وقتها الذي كان يعني في اليوم الأول. ثم أمره فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. الأولى قال صلى بعدما وجبت الشمس وفي اليوم الثاني قال صلى قبل أن يغيب الشفق. قال ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل. في اليوم الأول قال ثم صلى العشاء حين سقط الشفق. قال ثم صلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم فهنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم أول أوقات الصلوات وأواخرها. وفي حديث أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. يعني تزول الشمس. قال ثم يصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قال ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة. وفي الصحيحين من حديث محمد بن جعفر قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسألناه عن وقت الصلاة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر والصبح بغلس يعني في بداية اختلاط ضوء النهار بظلمة الليل في بداية الفجر بغلس فهذه الأحاديث فيها جمل من المسائل. المسألة الأولى فيها بيان وقت الظهر. وقد أجمع علماء الإسلام على أن أول وقت الظهر عندما تزول الشمس ويعرف زوالها بتحركها عن كبد السماء في أن تضع شاخصا إما مسواك وإما عصا وإما رمح. فإذا طلعت الشمس من المشرق فإن ظل هذا الشاخص يكون إلى المغرب ولا يزال هذا الظل يتناقص حتى يبلغ نهاية نقصه إذا كانت الشمس متعامدة عليه. فمن أول ما يبدأ الظل إلى جهة المشرق هذا يسمى زالت الشمس يعني تحركت الشمس عن كبد السماء. هذا الوقت هو الذي يبتدئ به وقت الظهر بالإجماع ويسمى زوال الشمس ويسمى دحوض الشمس. تدحض الشمس زالت الشمس كلها تسمية لشيء واحد. وأما نهاية وقت الظهر فإذا صار ظل كل شيء مثله انتهى حينئذ وقت الظهر. المسألة الثانية
قال العلماء: أما وقت العصر فإنه يبدأ مباشرة بانتهاء وقت الظهر من غير فصل بينهما، في أصح قولي أهل العلم، من حين ما يطلع هذا يدخل هذا من غير فصل زمان ولا ثانية واحد، من حين ما يطلع هذا يدخل هذا مباشرة من غير فصل زمان، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويستمر وقت العصر إلى اصفرار الشمس أو إلى مصير ظل كل شيء مثليه، وعند هذا غالبا تصفر الشمس، اصفرار الشمس أو إلى مصير ظل كل شيء مثليه، بها يخرج وقت العصر. لكن اعلم أن أهل العلم قرروا أن للعصر وقتين: وقت اختيار ووقت اضطرار. فمصير ظل كل شيء مثليه يخرج به وقت الاختيار فقط، يعني يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت ما لم يكن يؤدي تأخيرها إلى تفويت شيء واجب. وأما ما بعد ذلك إلى غروب الشمس هو وقت اضطرار، يعني كان يستيقظ الإنسان مثلا أو يغلبه نوم أو يغلبه خوف أو وجع أو مرافقة مريض أو نحو ذلك أو طريق سفر، فله أن يؤخر إلى قبيل الغروب، لأن هذا وقت اضطرار، هذا وقت اضطرار، ولكن لا يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد الغروب بالإجماع لأي عذر كان. فإذا العصر لها وقتان. المسألة الثالثة: قال العلماء: ومن حين ما تغرب الشمس ويتكامل غروبها، يعني يختفي أعلى قرصها في جهة المغرب، فإنه يدخل بذلك وقت صلاة المغرب، ويستمر وقتها إلى غيبوبة الشفق. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الشفق، أهو الحمرة أو البياض؟ والقول الصحيح أنه الحمرة، أنه الحمرة، فمتى ما ذهب ثور الشفق يعني الحمرة فإنه يخرج بذلك وقت المغرب، يخرج بذلك وقت المغرب. فإن قلت: وهل للمغرب وقتين كالعصر؟ أقول: لا، ليس لها إلا وقت واحد. ومن المسائل أيضا، قال العلماء: ومن حين ما يخرج وقت المغرب يدخل مباشرة وقت العشاء، فابتداء العشاء من غيبوبة الشفق، ثم يستمر وقتها إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. ويعرف منتصف الليل بأن تحسب الوقت فيما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني صادق، ثم تقسمه على اثنين، هذا هو نصف الليل، هذا هو نصف الليل. فإن قلت: وهل للعشاء وقتين؟ فأقول: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب إن شاء الله أن لها وقتين: وقت اختيار ووقت اضطرار. أما وقت الاختيار فإلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل الأول، وما بعد ذلك إلى طلوع الفجر الثاني يسمى بوقت الاضطرار، فلا يجوز في حال الاختيار أن تؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل. لا يجوز لك أيها المسلم أن تؤخر وقت صلاة العشاء في حال الاختيار والسعة إلى ما بعد منتصف الليل، لأنه يخرج حينئذ وقت العشاء الاختياري، يخرج حينئذ وقت العشاء الاختياري. مسألة. وقال العلماء أيضا: وأما وقت الفجر فإن ابتداءه من تبين الصبح، ويسميه العلماء الفجر الثاني، ويسميه بعضهم الفجر الصادق، ويقابله الفجر الأول أو الفجر الكاذب. وما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ قال العلماء: إن الفجر الكاذب لا يتعلق به شيء من الأحكام الشرعية مطلقة، بخلاف الفجر الصادق. ويقول العلماء: إن النور في الفجر الكاذب تعقبه ظلمة، لأنه كذنب السرحان، وذنب السرحان يعني ذنب الذئب، وذنب الذئب يكون متجها إلى جهة الأعلى، فهذا نور كأنه نور كشاف أو ليزر، يخرج من جهة المشرق غير منتشر يمينا وشمالا، وإنما يخرج على عمودي متجه إلى جهة السماء، هذا يسميه العلماء الفجر الكاذب، ثم يتلاشى هذا النور ويعقبه ظلمة. وأما الفجر الصادق فعلامته أمران: أنه نور ينتشر يمينا وشمالا، فليس نورا عموديا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث جابر، في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم قال: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، وهو الفجر العمودي القائم، ولكن المستطير في الأفق. فرق بين الفجر المستطيل والفجر المستطير. المستطيل هو الفجر الكاذب، هذا ما تتعلق بأحكام شرعية، تأكل وتشرب في نهار رمضان في إلى أن ترى الفجر الثاني. وأما الفجر المستطيل فهو مأخوذ من طيران، من الطيران، فإن الطائر إذا جاب يطير يفل جناحيه يمينا وشمالا، ولا لا؟ فالفجر إذا خرج الفجر الثاني فإنه ينشر أنواره يمينا وشمالا كنشر الطائر جناحيه. قال: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل باللام، ولكن الفجر المستطير بالراء في الأفق. واضح هذا يا جماعة؟ وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الكاذب بأنه كذنب السرحان. إذن هذان أمران، والفجر الصادق أيضا لا تعقبه ظلمة. فإذن هناك ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الفجر الكاذب لا ينتشر يمينا ولا شمالا، بخلاف الفجر الصادق فإنه ينتشر يمينا وشمالا. الفرق الثاني أن الفجر الكاذب تعقبه ظلمة، وأما الفجر الصادق فإنه لا تعقبه ظلمة. أما الحكم أما الفرق الثالث فهو أن الفجر الكاذب لا تتعلق به شيء من الأحكام الشرعية أبدا، بخلاف الفجر الصادق الذي تتعلق به جميع الأحكام الشرعية. ومتى ينتهي وقت الفجر؟ في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه بابتداء طلوع الشمس، بابتداء طلوع الشمس ينتهي وقت الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس. وبه ينتهي وقت الفجر. فإن قلت: وهل للفجر وقتين؟ أقول: فيه خلاف، القول الصحيح أن لا، بل ليس للفجر إلا وقت واحد. تبين لنا بهذا البحث أن من الصلوات المفروضة ما له، ما ليس له إلا وقت واحد، وهناك من الصلوات ما له وقتان. فالظهر كم وقت لها؟ وقت واحد. والعصر وقتان، وقت اضطراري ووقت اختياري. والمغرب وقت واحد وهو وقت اختياري فقط. والعشاء وقتان، وقت اضطراري ووقت اختياري. طيب والفجر؟ ها يا جماعة، الفجر وقت واحد وهو وقت اختياري فقط، وليس هناك وقت اضطراري. مسألة أجمع علماء الإسلام رحمهم الله تعالى على أن من أوقع الصلاة قبل وقتها أنها لا تجزئه، أنها لا تجزئه، وذلك لأنه لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها. وأجمعوا كذلك على أن من أخرج الصلاة عن وقتها للعذر فإنه يجب عليه قضاؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن نسي صلاة أو نام عنها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن اختلفوا في من فوت وأخرج الصلاة عن وقتها عامدا، أفيسوغ قضاؤها؟ أفيسوغ قضاؤها؟ هذا كما ذكرت لكم فيه خلاف بين أهل العلم. والمتقرر عندنا أن الوقت آكد شرائط الصلاة، فلا يجوز فعل الصلاة قبله ولا بعده إلا من العذر، كما تقرر عندنا في الضابط. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين، وأكثر أهل العلم بل هو قول ينسب للمذاهب الأربعة، قول جماهير العلماء، على أنه يجب عليه قضاؤها إن فاتت ولو بلا عذر مع الإثم. فإذا من فوتها للعذر ولغير العذر يجب على كل منهما أن يقضي، لكن قالوا في من فوتها بالعذر يقضي بلا إثم، ومن فوتها بلا عذر يقضي مع وجود الإثم ووجوب التوبة، ووجوب التوبة.
وذهب بعض أهل العلم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام رحمه الله وجمع من المحققين كابن حزم وغيره، إلى أنه لا يسوغ له قضاؤها مطلقا ما دام فوتها، ما دام فوتها بغير عذر عامدا، فإنه والله لو قضاها ألف مرة ما تبرأ بذلك ذمته. والعجيب أيها الإخوان أن هذا القول هو الذي تؤيده الأدلة، وهذا يدلك على أن الحق والصواب لا يعرف لا بقلة ولا بكثرة، وإنما يعرف بموافقة النصوص. النصوص إنما أجازت القضاء للمعذور فقط، وبقي غير المعذور ليس عليه على وجوب القضاء عليه دليل. فإن قلت وكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء، فنقول هذا وارد في حق المعذور أيضا، لأن هذا إنسان لم يستطع الحج أو مات ولم يحج، فيحج عنه أولاده لأن الحج دين الله، وهذا مات ولا يستطيع أن يؤدي، فإذا هو معذور، فدين الله أحق بالقضاء، فإذا هذا أيضا وارد في المعذور. فإن قلت وكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، نقول هذا نوم ونسيان، وهما من جملة الأعذار، ونحن لا نبحث في مسألة قضاء المعذور. فإن قالوا، وهذا عاد ما في، هذا قوي، فإن قالوا إذا وجب القضاء في حق المعذور، مع أنه لا إثم عليه، إذا وجب القضاء في حق المعذور مع أنه لا إثم عليه، أفلا يجب القضاء في حق المتعمد الآثم؟ يعني نجبها على هذا ونلزمه بالقضاء وهو معذور، ولا نعذر ونعذر المتعمد عن القضاء، ولا لا يجمع كذا قالوا. ولكن يجاب عن ذلك أن الصلاة في وقتها مصلحة، الصلاة في ذاتها مصلحة أصلا، وقد فاتت هذه المصلحة على المعذور، فشرعت له الشريعة أن يتدارك هذه المصلحة بالأمر بالقضاء، لأنه ليس أهلا لتفويت المصلحة عليه، لأنه لم يخرجها عن وقتها عمدا أو رغبة عنها أو عدم اهتمام واكتراث بها، وإنما أخرجها بالعذر، فهو لم يتجانف لإثم، فمن باب إكرامه شرعت الشريعة له أن يتدارك تلك المصلحة بالقضاء. فإذا هذا تشريع رحمة، هذا قضاء رحمة، ليس قضاء عقوبة حتى نقيس عليه غير المعذور. وأما من فوت الصلاة متعمدا تفويتها راغبا عن مصلحتها، فهل هذا مثل هذا نقول والله يسوغ له أن يتدارك مصلحتها بعد ذلك؟ لا، بل عقوبته ألا يمكنه الشرع من أن يتدارك تلك المصلحة التي أخرجها عن وقتها عمدا وعدوانا. فإن قلت طيب وإذا تاب، نقول إذا تاب لا يقضي، وإنما يتوب التوبة الصادقة النصوح، ويستكثر من جنس هذه الفريضة، يعني يستكثر من النوافل حتى تغطي هذا النقص مع كمال التوبة، وأما أن يقضي لا. ولأن المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، فإذا أخرج الإنسان العبادة ذات الوقت الابتداء والانتهاء عن وقتها بغير عذر فإنه لا يسوغ له قضاؤها. وقل هذا الكلام في جميع العبادات المؤقتة، ليس في الصلاة فقط. وإذا فوت الإنسان العبادة المؤقتة بالعذر فإنه يشرع له قضاؤها، فقل هذا الكلام في جميع العبادات المؤقتة. إذا أخرجتها بالعذر فأنت يعني غير أهل، فأنت غير أهل لتفويت المصلحة عليك، فيشرع لك تداركها ويشرع لك قضاؤها بعد ذلك، يشرع لك قضاؤها بعد ذلك. هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. مسألة ولا خلاص؟ ها؟ الراجح، أنا قلت لك والعجيب أن الراجح هو القول بعدم القضاء. أي نعم، قول ابن تيمية رحمه الله. طيب أنا أقول لعلنا نكتفي بهذا المقدار، ما أدري عنكم أنتم، ها؟
على كل حال هذا هو المقدار المقرر علينا، وهي 54 صفحة من 166 صفحة. هذا هو المقدار المقرر علينا 54. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بقية مسائل هذا الضابط، وهو الوقت آكد شرائط الصلاة في بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. حد عنده سؤال قبل ما نروح؟ نعم يا عبد الله، وش فيه؟ بيجي بحثه في يوم باب صلاة الجمعة يا شيخ عبد الله إن شاء الله. ها سمي حبيبي. ايه يلا شلون؟ ايه فيه قاعدة عندنا، وهي أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية، ولا لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها في إيش؟ فليصلها إذا ذكرها، فليصلها. فالأمر بقوله فليصلها أمر، والأمر يقتضي الفورية. إيش معنى الفورية؟ يعني وجوب المبادرة للأداء وحرمة التأخير. فحينئذ يجب عليه من حين أن يستيقظ مباشرة أن يصلي، فلو أخرها لوقع في إثم وهو تأخير الصلاة عن وقتها المأمور به شرعا. واضح يا شيخ؟ إيه؟ يعني قام الساعة 10 ولا صلى الفجر قالوا ما دام طلع وقتها جلبة خليها للساعة 12، نقول لا، صلها الآن الساعة 10 لأن ذلك وقتها في حقك أنت. نعم يا إخوان. ها رح أسأل ايش؟ ايه على قول شيخ الاسلام ايوه ايه ما صلى لكنه ليس بكافر لانه يصلي احيانا ويترك احيانا، حتى ولو كان، بس المهم انه يصلي احيانا ويترك احيانا، ولا لا؟ هل ترك الصلاة الترك المطلق ولا مطلق الترك؟ كل الفروض يصليها في غير وقتها؟ كل الفروض كيف يصليها في غير وقتها؟ انا ما فهمت. الفجر ولم يصلي الفجر الا وقت الظهر. طيب واليوم الثاني واليوم الثالث؟ هذا يعتبر ما صلى اصلا. ايش معه في وقت واحد قصدك انت؟ ما صلى يعتبر كافر، هذا اذا كان هذا هجراه وديدن الى ان يموت هذا كافر، لانه حقيقه انه لم يصلي الصلاه المامور بها شرعا. بس من اللي يفعل هذا؟ ما في احد يفعل هذا، هذه صلاه فرضيه بس فقط. ها يلا ترتيب القضاء. عندنا قاعدة يا شيخ سلمان ها تقول: القضاء كالأداء. فرع ترتيب القضاء على هذه القاعدة، فرع أنت. القضاء كالأداء كيف؟ ايش جواب سؤالك بعد هذه القاعدة؟ أنه يرتب. لماذا؟ لأن الأداء فيه ترتيب ولا لا؟ فإذا فاتتك جمل من الصلوات فقضها كأدائها. القضاء كالأداء. العاقر العاقلي كل عبادة يفعلها المميز فأجرها له ولمن دلها عليه ولمن دله عليها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. فإذا غير المميز، إذا أمرته بالصلاة، أمرته بالصدقة، أمرته بالصدق بالحديث، أمرته ببر الوالدين وفعل، فله أجر فعله لأنه فعل عبادة، والأصل أن الأجر للفاعل، ولك أنت لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. عد صلاة الجماعة الحاضرة مع قضاء الفوائد مثل والله إذا كان يتمكن لا يدخل معهم بنية المغرب لمراعاة الترتيب. مثل
عصر ومغرب، يعني فاتته العصر وأدركهم يصلون المغرب فيدخل معهم بنية العصر. شلون يجوز؟ يصلي معهم جماعة بنية العصر، فإذا انتهى منها قام وصلى منفردا المغرب. ما أصلح لك جوابي. كيف؟ أنت قصدك الاختلاف النية بينهم؟ أنت الآن فاتتك صلاة الظهر وأدركت قوما يصلون العصر، تدخل معهم بأي نية؟ يعني صلحت معك في ذي صلحت. هذه صالح تبع. طيب فاتتك العصر ودخلت معهم وهم يصلون المغرب، اي بس انت النيه الان نيتك انها ماذا؟ نيتك انها عصر، نيتك انها عصر. فالاختلاف بين الامام والمأموم في النيه لا يؤثر في صحه الامام. ها اضرب لك مثال بسيط. انت سافرت، وهل على المسافر وجوب الجمعه؟ جواب لا. طيب أدركت قوما يصلون الجمعة فدخلت معهم بنية الظهر، هي ركعتين وركعتين. طيب أنت صلاتك سرية ولا لا؟ وصلاة الإمام صحت خلفه ولا ما صحت؟ تصورتها؟ فإذا كونها الصلاة في حقك سرية وفي حقها جارية لا يؤثر في صحة الائتمام. نعم. إذا العصر فاتت مطوع يلا الخيرة وحضر وقت المغرب، لا في هذه الحالة ما يصليها عصرا، لا يصلي حينئذ خلاص يقدم الحاضرة وهي صلاة المغرب، لأنه لا بد أن يراعي الجماعة، إلا إذا صلى مأموما فيصلي معهم بنية العصر. طيب والله شيخ هيثم والله فيه ضابط وهو وضوح المخالفة من عدمها وشدة الخلاف من عدمه. السلام عليكم ورحمة الله.